طرق بين بوفيه عالنيل. بص انا عايز من كل حاجه ما تكترش ما تكتر، والنبي خلي ده عندك. معلش هرجع اخده. ها في دي كرومي قدام. الله دي كرومي قدام. خش عليا يا ابو الملايين. الى ما لا نهايه. Unlimited. كان في دي كرومي هنا، هتجيبه ديك تاني. هيو طول عمري نفسي اروح افطر في رمضان في مكان الاكل فيه ما بيخلص، فالنهارده احنا رايحين مكان بيعمل اوبن بوفيه. ايوه فطار اوبن بوفيه على النيل في مركب اسمها نايل ليلي في المانيال، والفرد ب 500 جنيه بس. انا جايب لكم كود خصم للي عايز يروح، وكمان هكسب اتنين يروح يفطرهم ببلاش واقول لكم تعملوا ايه عشان تكسبوا. يلا بينا نشوف الحوار ده. بوي لنا جينا متاخر، مش عارف احنا ناكل ايه، بس يعني ناخد ايه فين عيش احتياطي. صباح الفل حبيبي. بص انا عايز من كل حاجه عايز واحد مشكل. هو ده ايه اللي ملفوف ده؟ حبيبي يا فنان والله ربنا يخليك. ما تكترش حبيبي والله ربنا يخليك. ايه ده بقى؟ ده سبرينج رول. الله السبرينج رول دول عمري بسمع عنه، نفسي ادوقه. وده باميه؟ لا ماليش في الباميه. استنى لحظه واحده. بص انا جبت طبق للرز عشان كده مش هيكفي. ما تكتر حبيبي. شكرا. طبق تاني وفي دي كرومي قدام. الله دي كرومي قدام. السلام عليكم. اختار لك طبق بقى. اديني واحده كده فيها الشده والماده الله فنان. دي بطاطس. استنى نرجع للبطاطس. والنبي خلي ده عندك. معلش هرجع اخده. ها اديني واحده من على الوش. يا سلام فنان مصري الاول. ما تكتر. شكرا حبيبي يا فنان. هو ده ايه؟ ده تشيكن رول. تشيكن. ولع الدنيا. ايه بقى ماشي حبيبي. خلي العلامه تبقى. يا الله 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 برضه لبس الغلبان. وده ايه ده؟ ده بيتمنسي لحمه ومشروم. لحمه ومشروم ماشي، بس نقلي اللحمه والنبي وابعد عن المشروم. حبيبي الله الله دلع حبيبي يا فنان. تعالى لي. هو ده بقى ايه؟ هو ده الكلام بقى. اصبر ده عايز له طبق. ده اروح اجيب له طبق واجي. خش عليا يا ابو الملايين. ما كترش حبيبي يا فنان. شكرا. امسك الديك رومي بقى امانه. تعال نشوف مكان كده على النيل. يا بوي هنفطر على النيل يلا كده، عشان انا لسه ما جبتش كل حاجه. عايزين ايه؟ كل حاجه بس الميه اهم حاجه. هو ايه الابيض ده لو سمحت؟ كريمه غلط. هو خلصان اصلا. الكريمه فين يا شباب؟ استنين الكريمه عشان عايزين. كريمه وصلت. دي كريمة ايه دي بقى؟ شرب فراخ. كريمة. حسيت كريمة انا صايم. لقيت حتة. ايه ده؟ بتاع مين الطبق ده؟ هو ده كان هنا؟ انا اللي معبيه يا حبيبي. والله بترزق. والله بترزق. يلا يا تعالى لي في السلطات بقى. ده عايزين طبق برضه. كل حاجة عايزة طبق. دي سلطة. امال الكنتالوب بيعمل ايه على الأطراف؟ صراحة حاجات أنا مش فاهم فيها. إحنا نعبي بقى إيه بالبركة؟ النبي بعد إذنك ده إيه لو سمحت؟ سلطة زبادي ماشي. آه معاها خيار؟ حبيبي. يلا بينا جدا حبيبي. لما أسأل حد على حاجة يطلع عارفني إيه حاجة. ما صح؟ الله أكبر الله أعظم. العصاير. تعالى معاها خيار أهو، يعني باين قوي إنها سلطة زبادي. ودي طحينة طبعًا مش محتاجة. لا خد بالك أنا بقيت خبرة. وديني ده سلطه بنجر. معرفش بس هنجرب يعني. لا ماليش في السوتين. الشرابي دي كمان شرب. الشرابي لو انت خد ايه. خد الكريمه امانه. انا مش قايلك الغالي اقسم بالله. يلا بينا عشان نيجي تاني. وبالنسبة للأسعار الفطار هنا ب 500 جنيه تقريبا بالخدمة والضريبة، بس أنا استخدمت أبلكيشن وفرها وهتلاقوا العرض في عروض فطار رمضان، والعرض ب 300 جنيه شامل كل حاجة، ولو استخدمت كود هبب 10 هتاخد خصم 10% على الخصم الموجود أصلا. تعال نجيب العصير والشوك والمعالق. بص والله يا ابني بترزق يا ابني. الناس هنا كريمة أو ما حدش يقول لك رايح فين ولا جاي منين. نعم للحرية في الهم المهم. العصير ولك معلش. هو العصير بيبقى فين؟ تخيل ما فكرناش في الإجابة بتاعته. مفيش عصير؟ لا ده الحاجة الوحيدة اللي بقى اللي بتنزل على الترابيزة. عايز أقول طب ما يرحم والديك وترابيزتنا. محدش واخدها على النيل. طب يلا اروح يعني. هي هو هيجي حبيبي يا فنان. يا ابن
ابني والله بترزق. ده احنا هنفطر نفطر هتفطر على سريع يا ابني سريع. هي ده هنا اللي عايز حاجه ياخدها حاجه بني ادم على لا فده الحاجات بني ادم خلاص. انت تيجي اللي عايزه طالما ما فيش حاجات بني ادم على الحاجه انت حر. والله ايه اللي تجيبه؟ ايه البرتقاني ده؟ عمر الدين. لا كفايه انا لو ينفع التمر بس هو يشربه قمر الدين عادي. شكرا. هو ده ايه؟ قال لك ده ايه؟ لحمه. ده قال لي ايه بقى؟ الاسبانيش رول. ده سمبوسه وعاملينه كده ليه؟ اديته الروم يودي بقى. وعايز بقى الفراخ بدوق بس عشان اشوف اللي هيعجبني نجيب منه تاني. واه بالنسبه للمسابقه هي بدون شروط خالص، كل اللي عليك تعمل رياكت للفيديو وتكتب كومنت فيه الجمله المفضله ليك من استوديوهات شد الحبل، ومنشن لصاحبك اللي عايز يروح معاك، وهختار اتنين بشكل عشوائي واكسبهم من الكومنت. لا بريح بس. او ممكن واحد تمر بس حبيبي يا فنان عشان بس ماليش تقول على قمر الدين. وقالوا وفيه شكرا. يا والله ما له لزوم. ربنا يخليك يا فنان. خلص عشان هو موجود عشان تطلع التاني. لا يا عم لا ده خروب ده. مش امال ده ايه؟ أنا بس عايز أقوم أجيب شوية إيه؟ مكرونة بشاميل عشان مش متأكد من المكرونة البشاميل دي. ما كتر شكراً. نخش بقى على الديك. الله الديك الرومي. كان في ديك رومي هنا. هتجيبوا ديك تاني؟ تعال نشوف السمبوسك بيقولوا حلوة قوي. السمبوسة بصراحة تحفة. يا بوي. عدي بس استنى تعال نشوف الحلو الاول. الدنيا هنا ايه ولع. انا واقف مقدم. فين بقى الشقلوبه والدلوعه والشقلوبه؟ يا دي ايه دي؟ مش عارف ايه دي بس هاخد احتياطي يعني. وده ايه ده؟ هاخد احتياطي برضو. ده مكرونه بشاميل دي ولا ايه؟ امال ايه ده؟ مهلبيه؟ لا ندول مهلبيه. انا هناخد سلطه فواكه. ده حاطين كيوي. في حاجة بعد الحلو ولا الحلو ده الآخر؟ طب قول الأول. أنت ليه بتاكل الحلو؟ أنا جبته. هو يا طلع حي بعد كده كمل الأكل. دي مهلبية؟ أمال ده إيه؟ أمال ده إيه؟ الزبال بتاع دي؟ بتاع اللي أنا متعب اسمها دي؟ اسمها إيه الشقلوبة؟ توتي فروتي بقى حاطين في كيو. والله مع انه كله تفاح بس في كيو يعني لازم محتاج يعني تدوير. نقلع وننزل ندور. الهوا ده بيسكل وينيم. انت عادي هناك بتعمل ايه اصلا؟ صح عايزين نلحق السحور. وفي النهايه عايز اعرف رايكم، هل الموضوع يستحق؟ ولو عايز تروح ما تنساش تستخدم ابلكيشن وفرها وما تنساش تستخدم كود هيبقى 10 عشان تاخد خصم 10%. يلا بقى عشان نلحق السحور.